السلام عليكم كديرين، بس صباحكم سعيد. اولا نتمنى لكم الخير للجميع. اذا تحيه نضاليه عاليه خالصه لجميع الاحرار والحرائر الشرفاء الشريفات الذين يسانديننا ويدعموننا في وقت المهنه. الحمد لله مرت ازيد من 3 سنوات ونصف متواصله، لم نغيب ولا دقيقه واحده، يوميا بدون استثناء نطل عليكم من خلال هذه النافذه من اجل تجسيد الحضور ديالنا والاصرار ايمانا منا بالقضيه ديالنا التي سنربحها باذن الله. الملف الذي تم طمس معالمه وطيه استطعنا ان نخرجه من عنق الزجاج. إذن حاولوا تبارطاجوا الفيديو على نطاق مساعدة التعامل، فإذا تكثر من جيم إعجاب لايكات دورو 120. إذن بكل هدوء غادي نعقب على واحد ملاحظة شفتها، واحد تصريح ديال في إحدى قنوات ديال التواصل الاجتماعي حول الاتفاق ديال 14 يناير. يعني التخوفات ديال البعض الى اخره، وكاين اللي تيقول لك هو ما هو الا اتفاق ديال اعلان النوايا الى اخره، بان النظام الاساسي راه باقي ما كاينش، يلاه توافقوا على المبادئ الاساسيه بحال يلاه غادي يبداو في الصياغه ديال النظام الاساسي. هذاك الشيء اللي شرنا ليه سابقا كله يعني هو الصواب وهو عين الحقيقه. اولا حتى الاتفاق ديال 18 يناير من يدخلوا وبغاو يديروا مراجعه ديال النظام الاساسي ديال 2003، ف النظام الاساسي اصلا كان في الرفوف منذ 2014. من 2014 مر باربع مراحل، ثلاث مراحل ديال الانجاز. الاتفاق ديال 18 يناير كانت المرحله الرابعه والاخيره ديال الانجاز. دخلت اللجنه الموضوعاتيه والبرمجة الزمنية منذ 9 مارس إلى 25 يوليو انتهت من صياغة المبادئ الأساسية مع النقابات أكثر تنفيذا. آنذاك دار نظر وما التزموش بالجدولة الزمنية بخريطة الطريق إلى آخره، لأن للأمانة من جد موسى يعني عطى التصور ديالو للنقابات والمركزيات النقابية حول حل الملفات اللي غادي تحل كملفات انيه، ثم الملفات التوافقيه في اتفاق ديال 18 يناير اللي انتهوا من المراسم التطبيقيه ديالها والنصوص التنظيميه ديالها ايضا 25 يوليو لا منقون. اذا 27 يوليو هذيك راه كانت هي المحطة ديال باش يوقعوا الاتفاق النهائي. للأسف الشديد النقابات أعطت فرصة للحكومة باش تملص من الالتزام بالاتفاق المرحلي وبالبرمجة الزمنية وخارج الطريق إلى آخره. لننطلق إلى المرحلة الثانية هي من 19 شتنبر إلى 23 شتنبر. هذه المرحلة ديال 5 أيام اللي كانوا ديروا اعتكاف النقابات في مع المصالح الإدارية في اللجنة التقنية المشتركة. هذيك المرحلة كانت للتدقيق المالي من أجل إعداد مضامين مالية
مضامين المالية الخاصة بالاتفاق ديال 18 يناير. آنذاك من شافوا بعض الملفات اللي كانوا هما عارفينها مسبقا خلافية اللي سموها خلافية ذات طابع مركزي، آنذاك 22 شتنبر انتهت اللجنة التقنية المشتركة من إعداد المبادئ الأساسية، وكانوا غيوقعوا على هذيك المبادئ الأساسية في شتنبر نهار 23 شتنبر 2022. هذا هو التاريخ اللي كان تجمع فيه اللجنة العليا برئاسة موسى والنقابات، وكان خصهم يوقعوا على المبادئ الأساسية باش تدخل اللجنة ديال صياغة النظام الأساسي في العمل ديالها. آنذاك يعني خرجت النقابات بملفات خلافية ذات طابع مركزي كشماعة، وغادي نقولوا علاش، وما بغاش توقع مع الوزير بن موسى على المبادئ الأساسية، لأن المبادئ الأساسية جاهزة نهار 22. هذيك نهار 22 قلنا لكم راه درنا فيديوهات كثار في هذا الموضوع، قلنا بأن يعني أنهت الأشغال ديالها وهبطت الريضو مدام سدات الله يعاون العونات. نهار 23 كان المبادئ الأساسية محطوطة والمراسيم التطبيقية والنصوص التنظيمية إلى آخره، كل شيء محطوط على مكتب ديال السيد الوزير. النقابات تراجعت آنذاك، ما بغاش توقع على المبادئ الأساسية، إذا ما وقعش توافق. واللجنة العليا لجأت إلى لجنة التحكيم، لأن كاينة لجنة التحكيم وكاين قانون تنظيمي سونتر وفوا 17 الذي ينظم العلاقة بين النقابات وبين المصالح الوزارية، فشكلوا لجنة تقنية لصياغة النظام الأساسي. إذا صياغة النظام الأساسي وبدأت من شتنبر، والنظام الأساسي كان جاهزا نهاية دجنبر، النصوص التنظيمية والمراسيم التطبيقية كل شيء جاهز نهاية دجنبر، ماشي يلا غادي يبداو الآن، يعني غادي يبداو في الصياغة ديال النظام الأساسي. وحتى في الاتفاق ديال 14 يناير ما قال لك استكمال صياغة النظام الأساسي، ما قالش لك يعني غادي نبداو في الصياغة ديال النظام الأساسي. إذن كاين البعض اللي تيجوا تيقول لك باقي يلا هما يلا في 14 يناير يلا كيتعرفوا على المبادئ الأساسية وكاين غموض وباقي ما عارفين اش كاين إلى آخره، خاوية في العامة، خاوية في العام اللي من أجل التقليط ومن عندهم حسابات سياسية ولا بحال ماشي شغلنا حنا هذاك الشيء. إذا لا يعقل غير لا يعقل أن النقابات غادي توصل بالرد ديال الحكومة، وماشي ديال بن موسى، بن موسى ما عندهم ما شتي النقابات مع بن موسى سمن وحسن، ما عندهم حتى شي علاقة، هذا الشيء اللي دار ما عنده حتى علاقة بالاتفاق المرحلي ديال 18 يناير وبالاتفاق مع بن موسى. هذا المشكل، النقابات المركزيات النقابية عندها مشكل باش ما وقعتش، ما بغاش توقع عليها التوافق. اذا الوزارة واخا ما وقعتش، ما بغاتش توقع على التوافق في شتنبر، يعني بن موسى دار اللجنة ديالو خدم خدام في الصياغه ديال النظام الاساسي، كملوا في الوقت ديالو، ما غايبقاش يتسناو، راه عنده الاصلاح ديال المنظومه التعليميه والتنزيل ديال المشاريع 32 تفعيل، والتنزيل ايضا ديال قانون الاطار 51/17، ما غايبقاش يتسنى ليهم يوافقوا ولا اللجنه عليه يوافقوا خدام. اذا باش يوافقوا، باش يكون هناك شرعيه ويكون هناك تشارك واشراك يعني النقابات الى اخره، فاعلين اجتماعيين الى اخره، في 14 يعني ليلا يعني نهار 13 مع العشرة ديال الليل اللي توصلوا بذاك الرد، هذاك الرد حكومي ماشي اصلا ديال وزارة التربية الوطنية، لان في شتنبر من كانت هذيك الملفات الخلافيه راه
النقابات مجتمعة في مذكرة موحدة وجهوا ديك يعني واحد اقتراحات ديالهم أو مراسلة إلى المصالح الحكومية، لأن هذيك الملفات كلها بالطبع مركز. إذن بن موسى اقترح على رئيس الحكومة ورئيس الحكومة جاوبهم آنذاك. إذن الحكومة عندهم مشكلة مع الحكومة، ماشي مع بن موسى، ماشي مع الوزارة، ماشي قطاعية مركزية. وكانت هذيك الملفات ديال خارج السلام ولا الدرجة الممتازة للمسار المهني المحدود إلى آخره، وأطر الأكاديميات، وجاوبهم كان جاوبهم يعني رئيس الحكومة. وكان قبل ما يجاوبهم كان من يعرض القانون المالي، لأن يعني الخلاف جاء من الدار المضامين المالية والقوارص هما كاينينش هذوك، ولكن المسائل عندها أبعاد أخرى. علاش ما بغوش يوقع؟ لأن نفس الرد اللي كان سمعوه بالنسبة لخارج السلام كان 2024، وبالنسبة الزنزانة العاشرة خارج السلام التاسع، وبالنسبة لأطر الأكاديميات راه كانوا سمعوه توظيف جهوي، وخارج السلام غادي يبدا 24. إذا في هذا الاتفاق ديال اللي توصلوا به في 14 يناير نفسها اختلف حتى حاجة، ما حتى حاجة من كلهم. هذاك الشيء اللي كان رد عليهم هما اللي وقعوا عليه الآن. إذا هذا يحيلنا على ماذا؟ غير يستحيل أن مع العشرة الليل غادي يتوصلوا بالرد الحكومي، ماشي ديال الوزارة ديال القطاعي ديال بن موسى. بن موسى تيكون عواصير بين النقابات وبين رئيس الحكومة والمصالح الحكومية ذات اختصاص اللي هي المالية وإصلاح الإدارة. إذا ما يمكنش غادي العشرة الليل غادي يتوصلوا، وفي 11 نهار يعني 11 ساعة تقريبا 13 ساعة غيكونوا توصلوا، يعني انهم اقتنعوا وقادوا. ما راه باتوا بالليل، باتوا سهرانين يعني تيقادوا في هذاك الشيء، في هذاك الرد ديالهم. دو بالنسبة للنقابات الخمس، لا أربعة، واحدة راه نساعد. إذا هذيك هذا يحيلنا على ماذا؟ أنا غادي نقول لكم على ماذا. إذا هما توصلوا توافق ديال هذاك الشيء اللي كان بالسبب ديالو داروا هذيك العرقلة ديال الملفات الخلافية اللي كانت على الشماعة، بسبب هذاك الخلاف اللي كان بين المركزيات النقابية والحكومة ماشي مع بن موسى. ما بغاوش يوقعوا بن موسى على مبادئ أساسية. إذا المبادئ الأساسية اللي وقعوا عليها راه هي المبادئ الأساسية اللي أعطتها اللجنة نهار 22/23 شتنبر، ماشي يلاه غادي تجيب لهم المبادئ الأساسية نهار 13 مع 10 الليل ومع نهار 11 مع 11 ديال النهار نهار 24 غادي يوقعوا. ما يمكنش المسائل المبادئ الأساسية والنصوص التنظيمية ما راسين كل شيء مهم بحال كل شيء مقاد. هنا حسب تقدير أن الحكومة كان عندها اللي تيهمها هو جوج الحوايج: تمرير إصلاح أنظمة التقاعد بمقابل أشياء أخرى اللي غتحققها النقابات. النقابات اللي كانت تيهمها والقانون التنظيمي للإضراب والتعديلات اللي خاصة تكون فيه، خاصة قانون التنظيمي للإضراب طرح في شهر 10 وكان وقع اختلاف بينهم بين السكوري إلى آخره وكان وقف، وقانون النقابات وبعض التعديلات ديال تعديل مدونة الشغل. إذا النقابات عندها المصلحة في قانون تنظيمي للإضراب، تعديلات قانون النقابات وتعديل مدونة الشؤون. الوزارة الحكومة عندها المصلحة ديالها هو تمرير صناديق التقاعد في نسخته الثانية، بهذا الشيء تنهضروا عليه.
وايضا التعديلات اللي خاصها تكون في تعديل مدونة الشغل بما يخدم الباترون ويخدم الإدارة. إذن هنا في نقاع التوافق بمجرد ما توافقوا جاو سنين. إذن هالمسائل كانت جاهزة سحالة آخر دو جنبها كانت ورشي جاهز كان كل شيء كامل. أما رأى نفس الرد اللي كان في شهر 10 الرد اللي كانوا يسمعوه من رئيس الحكومة راه هو نفس الرد اللي وقعوا عليه في المضامين ديال الاتفاق ديال 14 يناير. تاع حاجه ما تغيرات ما تزادت ما تنقص. اذا الخلاف كان على مسائل اخرى حكوميه بين المركزيات الحكوميه بين المركزيات النقابيه يعني ليزينيون ماشي حتى يعني على القطاعين. هذاك الشيء علاش توقع الاتفاق مركزيا حوارا اجتماعيا قطاعيا. داكشي علاش جا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإعداد الميزانية القجع وجات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مزور ديال الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وأنا داك اللي وقعوا مع بن موسى وتحت اشتراف رئيس الحكومة. إذا انتهى الفيلم ومن بعد نشوفكم في فيديو آخر. ما تنساوش تبارطاجوا على نطاق الوسع تاعكم. الفائدة تكثر من الجيم إعجاب اللايكات ندورو كامل القهوة مخيرة هو نشدو الطريق تاني وغادي نشدو الطريق الى الرباط رباط الخيل. يا الله تبارك الله عليكم. ومن بعد نهضروا على بعض المشوشين داك اللي طربت ليهم الوقت في بيرفوري اللي كنت قلنا لكم اللي مشى بعض الوصير قال لهم في بيرفوري سي بن موسى هما خرجوا قدروا راسهم بعد. اما هنا فولنا منقي كل شديناه نغيزو. بارك الله عليكم الله يعاونكم.